مساء الخير. الندوة الأسبوعية طبعا لازم أشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم. هنبدأ ببعض الأسماء، وهي أسماء كبيرة في عالم الكتابة والأدب على مستوى العالم، وبتجمع بين هذه الأسماء قصة واحدة أو حكاية واحدة. طبعا أي اسم أنا بقوله ما في الكتابة أو الأدب أو الفن، أتمنى إن حضراتكم لما يبقى عندكم يتسع وقتكم إن أنتوا تتابعوه أو تقروا أعماله. أول اسم هو كارل فون أوزيتسكي. كارل فون أوزيتسكي هو كاتب ألماني مهم جدا، للأسف الشديد إن هو عارض نظام هتلر، عارض النظام النازي، وهو داخل ألمانيا فتم القبض عليه وألقاه في السجن، ثم بعد هذا خرج من السجن عشان يضعوه في معسكرات اعتقال اللي هي بنقول عليها بالانجليزي concentration camp لغاية لما مات. ده اول واحد. تاني واحد كاتب مهم جدا ايضا، روائي مهم جدا، هو توماس مان. توماس مان لما النازيين استولوا على الحكم في ألمانيا سنة 1933 راح سويسرا وقعد في سويسرا، ثم بدأ يهاجم أو يدافع عن الديمقراطية أو يهاجم النظام النازي، فلم يكن طبعا بالإمكان أنهم اعتقلوه لأنه كان خارج ألمانيا، إنما نزعوا عنه الدكتوراه اللي كان حصل عليها، ثم نزعوا عنه جنسيته، يعني نزعوا عنه الباسبور الألماني ونزعوا عنه جنسيته. طبعا ده بيفكرنا بممارسات حصلت في مصر من أول 1952، هيجي ذكرها بعد كده. الكاتب الثالث المهم أيضا جدا هو إريك ماريا ريمارك. إريك ماريا ريمارك هو كاتب ألماني خرج من ألمانيا في الحكم النازي، وكان كتب رواية اسمها كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، واتعملت فيلم، ورواية مهمة جدا ورواية جيدة جدا لمن يحب يعني أن يقرأها. ولكن الرواية كانت بتبين أن الحرب شيء تعيس جدا وبيقتل الشباب وبلا معنى، وبالتالي ده كان ضد الأفكار النازية التي تمجد الحرب وتمجد العنف. فلم يتمكن النظام النازي من اعتقال ريمارك، ولكن عمل شيء طبعا احنا كمصريين للأسف عارفين هذا الشيء، قبضوا على أخت ريمارك اللي هي لا علاقة لها بالموضوع، يعني هم عندهم حالة غضب من ريمارك من الكاتب، فهو مش موجود في ألمانيا، أخته موجودة في ألمانيا، قبضوا عليها. مش بس قبضوا عليها ومش بس اعتقلوها، القاضي وهو كان يعني تبع القضاء الشامخ زي ما احنا كمصريين عارفين، القاضي ده افترض فيه الحياة، مش كده؟ يعني القاضي المفروض يبقى محايد. القاضي عمل بيان ضد أخت ريمارك وقال لها لقد أفلت أخوك من يدنا ولكنك لن تفلتي. يعني مفيش بقى قضاء ولا حاجة، قضاء شامخ خالص. وأعدموها، يعني النظام الناسي أعدم أخت ريمارك التي لم تكتب شيئا ولم تقل شيئا، هي كل جريمتها أنها أخت الكاتب. مش بس أعدموها، بعتوا فاتورة لأهلها، بعتوا فاتورة لأهلها إنهم يدفعوا تكاليف إعدامها وأكلها في السجن. يعني حاجة طبعا في منتهى البشاعة. في إيطاليا بقى ده اللي عمله النظام النازي. في إيطاليا في العشرينات تولى النظام الفاشي بنيتو موسوليني الحكم، نفس الموضوع، نفس الديكتاتورية ونفس كل حاجة. كان في إيطاليا في الوقت ده كاتب ومفكر
هو من أهم المفكرين في القرن العشرين، اسمه أنطونيو جرامشي. أنطونيو جرامشي، أنطونيو جرامشي ده مفكر كان يساري ومفكر مهم جدا، يعني حتى الآن مفاهيمه وأفكاره بتدرس في الجامعات. بس هو طبعا كان ضد النظام الفاشي، فتم القبض عليه، وأثناء المحاكمة القاضي الشامخ برضو قال حاجة عجيبة جدا، قال لابد أن نجد طريقة لإيقاف هذا العقل، يعني عقل جرامشي، لمدة 20 عاما على الأقل. ده القاضي طبعا قضاء شامخ برضو، لا يوجد دكتاتور من غير قضاء شامخ. بالمناسبة في العصر الحديث أي دكتاتور لازم فيه قضاء شامخ زي ما انتم شايفين، يعني القاضي بدل ما ينظر قضية بيقول لازم نوقف عقله 20 سنة. قبضوا على جرامشي، وكرر وهو من أهم المفكرين في القرن العشرين، وتعرض لتعذيب بشع أدى إلى إصابته بأمراض كثيرة جدا، ونتيجة لسمعته الدولية بقت في مراسلات كثيرة وبيانات في العالم من تلاميذه ومن الناس اللي اتأثرت بأفكاره للنظام الفاشي. ولكن طبعا النظام الفاشي يعني أمعن في تعذيبه إلى أن مات، ومات في سن صغير جدا يعني. طيب، كل هؤلاء، أكرر لو حد عنده فرصة يقرأ أعمال هؤلاء يبقى حاجة عظيمة جدا يعني، ولو طبعا عندنا نظام تعليم في مصر جيد كان المفروض أن هذه الأسماء أعمالها تدرس في المدارس. طيب، كل هؤلاء الأعلام في الأدب والكتابة كانت للغرابة تهمتهم واحدة، هي تهمة واحدة متكررة في كل القضايا، الخيانة. يعني كل هؤلاء اتهموا بالخيانة. معقول يعني كل الأعلام الكبيرة دي والأسماء الكبيرة في الفكر الإنساني كلهم خونة؟ خلينا نقف عند هذا الموضوع، إن كلهم متهمين بالخيانة، وبعدين هنرجع تاني للموضوع ده. أول حاجة هنتكلم فيها وهي ملاحظة مدهشة طبعا أنا توصلت لها، لأن أنا عندي كتاب دراسة عن الدكتاتورية اسمه متلازمة الدكتاتورية، صدر بالإنجليزي وبالفرنساوي وبالأسباني وباليوناني، ولم يصدر بالعربي لأن دور النشر العربية يعني خافت أنها تنشر الكتاب لأنه متعرض للأنظمة السياسية في الخليج. وطبعا ده يعني لو اتنشر الكتاب لهم زي ما حد واحد دور النشر قال لي هيتمنعوا من بيع كتب في الخليج وهيتعاقبوا، هم مش عايزين. طيب، اكتشفت ايه في الكتاب ده في هذه الدراسة؟ أن هناك تماثلا مش تشابها، تماثلا بين كل الدكتاتوريين في العصر الحديث. يعني كل الدكتاتوريين شبه بعض وبيفكروا زي بعض وبيتكلموا زي بعض. بعض الأوقات بتلاقي مقولة قالها دكتاتور ومقولة تانية قالها دكتاتور، ما يعرفوش بعض، ما سمعوش عن بعض، ولكن واضح انه الدكتاتور بيمر بمراحل نفسية وعقلية هي نفسها من دكتاتور للآخر. فحنلاقي أنه أي دكتاتور بيحتاج إلى 3 أشياء. القمع، لازم، ما فيش دكتاتور من غير قمع. القمع يعني ما تفتحش بوقك، يعني لو فتحت بوقك هتتحبس وهتتبادل وأهلك هيتبادل وانت هتضرب وكل حاجة. طب الهدف من القمع ده ايه؟ يعني ممارسات القمع دي هدفها ايه؟ الحقيقة هدفها حاجتين. اي قمع، اولا كسر الارادة، يعني من المفهوم انه في نظام قمعي ان الضابط يعذب المتهم او المعارض حتى يعترف. لا، القمع، وهنا هنتكلم عن مصر،
بيستمر التعذيب بعد المحاكمة. ليه؟ من أجل كسر الإرادة. في هنا واقع مهمة جدا عشان أوري لحضراتكم يعني إيه كسر الإرادة. موضوع ما هو الضابط مجرم وخلاص، لا، ده في فكرة وراء القمع، إنك تكسر إرادة المعارض. هنا لازم نقول، وده واقع ومثبت، إنه نظام عبد الناصر اللي ابتدى سنة 52 وسيطر على الحكم سنة 54 استعان بضباط نازيين. نازيين كانت النازية اتهزمت، والضباط الألمان خوفا من محاكمة النازيين راحوا في كل حتة في أوروبا وراحوا في أمريكا اللاتينية. فالنظام الناصري استعان بضباط نازيين، وبالتالي هذه الحاجات اللي أقولها لحضراتكم اللي هي اتعملت وبتتعمل لغاية دلوقتي هي أصلا اختراعات نازية. يوم 15 يونيو هو ذكرى مناضل مهم جدا في تاريخ مصر اسمه شهدي عطية. شهدي عطية كان يساريا، وكان يعني عقلية فزة، فتقدم لي بعد تخرجه في كلية الآداب، تقدم إلى مسابقة وطلع الأول وحصل على منحة لدراسة الأدب الإنجليزي في إنجلترا، فدرس الأدب الإنجليزي في إنجلترا، كل ده قبل طبعا حكم العسكري. وبعدين رجع مصر بقى مفتش أول لغة إنجليزية في سن يعني في وزارة التعليم في سن صغير جدا. هو كان يساري، فتم القبض عليه، وعبد الناصر قبض على الشيوعيين لسبب عجيب جدا، يعني برضو يعني حاولوا لحضراتكم عشان تشوفوا قد ايه الدكتاتور يعني ما عندوش منطق. عبد الناصر سنة 58 اعلن الوحدة بين مصر وسوريا، فالاحزاب الشيوعية مش في مصر، الاحزاب الشيوعية في سوريا والعراق اعترضت على الوحدة. ايه اعترضت؟ يعني ما عملوش مثلا ارهاب، ما ضربوش حد، اعترضوا. فعبد الناصر طبعا مش طايل الشيوعيين اللي بره، فمسك الشيوعيين اللي جوه، مسك الشيوعيين اللي جوه عقابا على موقف الشيوعيين اللي بره، وكان من ضمنهم شهدي عطية، كان قيادة في حديته الحركة الديمقراطية للتحرر الوطن، ده تنظيم شيوعي كبير، يعني تنظيم يساري كبير. وكان ازاي مات شهدي عطية بقى؟ دي نقطة مهمة جدا عشان اقول لحضراتكم ان الهدف اقامة كسر الارادة. ارجع دلوقتي شوف الشباب الثورة بيتضربوا ليه في السجن، هم مسجونين، ايه اللي يخلي الضباط يضربوا علاء عبد الفتاح ولا دوما ولا محمد اكسجين ولا؟ نفس الموضوع حصل مع شهدي عطية. اكسر ارادتك بحيث انك لما تطلع تبقى مكسوف من نفسك، تبقى حاسس ان انت ولا حاجة، او ما نطمن ان انت عمرك ما هتعرضني تاني. ده مفهوم نازي، نازي يعني نازي 100%. فشهدي عطية يوم 15 يونيو عام 1960 الضابط قال له، دي من طرق النزاية برضو، قول اسمك، يقول لك قول اسمك، فانت تقول اسمك، فقول ايه؟ علي صوتك، كل ده بالضرب، علي صوتك، فتقول اسمك تاني، علي صوتك ضرب. انت بتعلي صوتك على اعتبار إيه؟ ان الضرب هيوقف، الضرب بيزيد عشان يكسر ارادته. فشهدي عطية جه في وقت قال له لا، قال له لا انت ما تقوليش ولا، راح مضربينه جامد جدا، قال علي صوتك، قال انا قلت اسمي وانت عارف اسمي وانا مش هقول اسمي تاني، لانه ادرك انه في حاله من كسر الاراده، فقاوم الضابط انه قال له لا انا عارف، انت عارف وسامع وعارف اسمي، انا هقول اسمي تاني ليه؟ الضابط قال له وهم بيضربوه قول انا مره، ودي كانت من حاجات للاسف الشائعه جدا في كسر الاراده انهم يسموهم باسامي ستات. طبعا ده
الست كائن راقي جدا، مش عيب، بس في وعي الضابط الجاهل الراجعي المتخلف، انك لما تقول لواحد قول انا مره، يبقى انت كده بتقلل منه. طبعا على قد فهمه، راجل لا ارى ولا احنا عارفين وشايفين. ف شهدي عطيه رفض، مش لان المراه بيحتقر المراه، راجل تقدمي راجل مفكر، لانه حس ان في كسر اراده، هو لا يريد ان تكسر ارادته، فضربوه لغايه لما مات. لما مات كان عبد الناصر في اجتماع مع تيتو في يوغوسلافيا، فتوقف الاجتماع وتيتو دعا قال نقف دقيقة حداد على الرفيق الاشتراكي شهدي عطية الذي مات تحت التعذيب في مصر، ده قدام عبد الناصر. فوقفوا، وعبد الناصر، عبد الناصر قال ايه بقى؟ راجع كده السيسي قال ايه لما بيقول، لما بيعملوا انترفيو بيقول ايه، وراجع مبارك قال ايه، وراجع انور السادات قال ايه، هتلاقيهم كلهم بيقولوا نفس الكلام. عبد الناصر قال ايه بقى؟ قال نحن لا نقتل احدا في مصر، ولا نعذب احدا في مصر، ولدينا قضاء مستقل، وكل شيء يجري طبقا للقانون. الجملة دي مش سمعناها، يعني سمعناها كتير جدا، واضح ان كلهم بيفكروا بنفس الطريقة. فده نموذج، الله يرحمه الشهيد شهدي عطية، هو شهيد الحركة الوطنية المصرية، ويعني للأسف مصر بتخسر أكبر عقول، أكبر عقول. شهدي عطية ده كان عقل كبير جدا، كان ممكن لو خد فرصة ينهض بحاجات كتيرة جدا في مصر، إنما الدكتاتور لا يعبأ، ما يهموش. أنا بس حكيت قصة شهدي عطية عشان أقول لحضراتكم إن القمع المقصود بيه كسر الإرادة، عملوا إيه بقى غير كده مع الشيوعيين، إن هما بعد ما وطبعا ده أسلوب نازي برضو، بعد ما تقضي مدتك في السجن يقول لك اكتب استنكار لأفكارك. الكلام يبدو انه هادي او عادي، هو مش هادي ولا عادي، انت بتحتقر نفسك بقى. انا راجل كنت مناضل وملتزم ودفعت تمن، اكتب استنكار لافكاري؟ في ناس مرضتش تكتب استنكار، والناس دول كانوا بيجيبوا لهم، كان بيجيبوا للمعتقل مراته، المخابرات تجيب مراته تروح للمعتقل تقول له انت مش عايز تكتب استنكار ليه؟ ده انت لو ما كتبتش استنكار انا هروح ابيع جسمي، احنا مش لاقيين ناكل، انا هروح انام مع اي حد. في ناس اتجننت، مش هقول اساميها طبعا احتراما ليها، انما في معتقلين تحت هذا الضغط اصيبوا بلوده. شوف قد ايه كل ده ليه؟ عشان الناس مش موافقه على اللي بيعمله الدكتاتور، مش موافقة. طبعا الإخوان رغم أن هم اشتركوا مع عبد الناصر وسبب رئيسي في الدكتاتورية عبد الناصر، إنما برضو للأمانة هم تعرضوا لتعذيب ممثل، وكان بيطلب منهم أن هم يرقصوا ويغنوا يا جمال يا مثال الوطنية، يعني كون أن هم سبب في البلاء اللي احنا فيه ده، الإخوان المسلمين زي ما بقول كل مرة سبب رئيسي في استمرار الدكتاتورية في مصر نتيجة لانتهازيته. بس ده لا يمنعني من ان انا اقول بامانة انهم تعرضوا لنفس الموضوع اللي تعرض ليه الشيوعيين. طيب ادي احنا عرفنا اول الدكتاتور عايز القامة، وقامة القامة ليه هدفين، كسر الارادة اللي قلت حضراتكم عليه، والهدف الثاني الكفر بالعدالة. يعني ايه كفر بالعدالة؟ يعني انعدام معيار العدالة. يعني لجنة العفو اللي موجودة دلوقتي، لو انت امام ديكتاتور وعندك ايمان بالعدالة هتبقى قوي. يعني ايه؟ انت تعلم انه في قانون هيحميك، زي ما بيحصل في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية، اجيب محامي انا ما عملتش حاجة. فلسفة القمع النازية هو ان انا اكسر لك ايمانك بالعدالة. يعني ايه؟
يعني كون ان انت ما عملتش حاجه ده ملوش اي معنى، برضه انا هحبسك. ده انا ممكن احبسكوا انتوا الثلاثه مع بعض وافرج عن اتنين واسيبك انت، او افرج عن واحد واسيب اتنين. ليه كده؟ بمزاجي. هو ده المطلوب، ان الدكتاتور يضعك تحت مشيئته المنفرده. لجنه العفو بتعمل كده. في حاجة اسمها لجنة العفو الرئاسي. ايه لجنة العفو؟ طبعا كل اللي موجودين في لجنة العفو لهم صلات بأجهزة الامن من الاساس يعني، وانا مش عايز اتهم اشخاص ولا كده، بس معروف. طب ايه يعني لجنة عفو؟ هما اللي معتقلين، الاف المعتقلين دول اعتقلتهم سلطة تانية ولا اعتقلهم النظام السيسي؟ اعتقلهم النظام السيسي. يعني انت لو جيت على البلد ولقيت سلطة تانية اعتقلت، تعمل لجنة بقى وكل واحد يجيب بياناته. انما بيانات ايه اذا كانت، اذا كانت البيانات كلها عندكم وانتوا اللي اعتقلتوا الناس دي؟ طب انت اللجنة دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان الناس تكفر بالعدالة. ليه؟ لانه فلان هيطلع وفي ناس تانية مش هتطلع مع انهم في نفس القضية. اقوم انا اوصلك انك انت واهلك تفضلوا تتوسلوا للسلطة انها تفرج عن ابنك او تفرج عن جوزك او هو ده المطلوب، الا يكون هناك اي ايمان بالعدالة. ارادتي انا كدكتاتور هي اللي هتتنفس، وبالتالي كل الاف الناس تكتب طلبات للجنة العفو ويفرج هو عن خمسة والباقيين. طب ايه؟ لا مفيش معيار، انا عايز افرج عن دول زي ما انا مسكت دول. ده مفهوم نازي انتقل لنا في اجهزة الامن المصرية من اول ما عبد الناصر استعمل الضباط النازيين. وهذا يعني اخواننا النصريين بيعبدوا عبد الناصر، بيعبدوه يعني، ما وهم حرين يعبدوا زي، بس ما ده تاريخ وما ينفعش ان احنا، ما ينفعش تنتقد ديكتاتورية السيسي الذي ورث مكنة القمع من اللي سبقه واللي سبقه واللي سبقه. مؤسس مكنة القمع في مصر هو جمال عبد الناصر، مش حد تاني يعني. طيب ده اول ديكتاتور بنقول بيحتاج لقمع، وقلنا هدف القمع. تاني حاجة الديكتاتور لازم يحتاج الى بروباجندا. البروباغندا هي المصطلح لابد ان يكون يعني واضحا ودقيقا. البروباغندا هي نشر معلومات موجهه كاذبه من اجل احداث تاثير محدد في الجماهير. يعني كل اللي انتم شايفينه واللي احنا شايفينه، انا بسميهم، ودي مش شتيمه، انا بسميهم اراجوزات اعلام السيسي. هم اراجوزات، وانا ما بحبش اشتم، لان الاراجوز عباره عن ايه؟ عباره عن لعبه كده وبتتحرك بخيوط، ويعني انت عايز تجيبها يمين، عايز تشقلب، عايز فهم اراجوزات يعني. ما يعني دي مش شتيمه، انا ما بحبش اشتم ابدا، بس هو ده وصف اعتقد انه دقيق. اراجوزات الاعلام بيجي لهم تعليمات، النهارده فلان خاين وعميل، ماشي يبقى خاين وعميل، تلاقيهم كلهم بيقولوا نفس الكلام، لدرجه ان في مذيعه نسيت وقارت المسج بتاعت ظابط المخابرات وراحت قايلة في بقية المسج تم إرسال هذه الرسالة من جهاز سامسونج. يعني معلش مع احترامي، واضح ان هي يعني الذكاء عندها مش أقوى حاجة عندها يعني. طب ما بصي، فكملت لغاية الآخر. فهم أرجوزات بيجيبهم كده يشتموا، يعملوا مواقفهم متناقضة. يعني شوف انت مواقفهم مثلا مع قطر، بعد ما شتموا قطر وقال له ادبهم وعملوا وبعدين بقى قطر حلوه وجميله فأرجوزات. أرجوزات الاعلام دول بيحققوا بروباجندا. البروباجندا دي لازم تاثر في الناس. يبقى الدكتاتور عايز قمع، عايز بروباجندا، عايز ايه كمان الدكتاتور؟ ضروري لازم، لا يوجد دكتاتور في العصر الحديث لم يروج لنظرية المؤامرة. لازم نظرية المؤامرة دي أساسية عند أي دكتور.
لازم يكون في مؤامرة، ولازم هو اللي بيحمينا من المؤامرة، ولازم في أهل الشر، ولازم والبلد مستهدفة، ومش ليه؟ لأن نظرية المؤامرة بتحقق للديكتاتور فوائد عظيمة. لو أقنعنا إن إحنا في نظرية مؤامرة علينا، وطبعا إحنا عندنا بروباجندا بتاعت النظام السيسي والجيل الرابع والسادس والبتاع، ودخلنا بقى في خزعبلات الماسونية، في ناس بتطلع تقول لك الماسونية ودي علامة الماسونية، واحد صباعه عامل كده، يعني احنا كمان يعني يا ريتنا في نظرية المؤامرة المعقولة، احنا دخلنا في خزعبلات وكائنات فضائية ومش عارف. طب ايه فوائد نظرية المؤامرة؟ ليه لازم كل ديكتاتور يبقى عنده نظرية مؤامرة؟ أول حاجة، الشعب المذعور يطلب الحماية. ما هو احنا، ما هو المؤامرة يعني ايه؟ يعني ايه مؤامرة؟ يعني هناك أشياء تقرر في الخفاء، احنا مش فاهمينها، مش عارفينها، مين اللي بتأمر علينا؟ يا نهار اسود، يعني انا هروح في داهية. طيب لما احنا نروح في داهية، مين اللي هيحمينا؟ مين اللي هيحمينا؟ سيادة الرئيس. يبقى انت كده عملت لهم حالة من الزعر، وبقيت انت اللي بتحميهم. وطبعا ولا في مؤامرة ولا اي حاجة، هو المؤامرة حقيقية هي وجود هذا الرئيس او هذا الدكتاتور في الحكم، هي دي المؤامرة. طيب يبقى اول حاجة انك تعمل حالة زعر جوه الشعب، بحيث الرئيس يحمينا، انا اللي حميكم. ده اول حاجة. تاني حاجة طبعا تحويل المعارضين الى خونة. وفي مؤامرة علينا، في مؤامرة جامدة جدا. طيب يبقى اللي بيقول الرئيس غلطان ده خاين وعمين، لازم، لان احنا يبقى ده طبعا مؤامرة على طول. تبرير القمع، طبعا انا مضطر اخد الكلام ده، سمعناه، انا بسمعه من وانا صغير. يعني انا وانا صغير سمعته لحقت عبد الناصر، وانا صغير وانا طفلة خالص، وبعدين سمعته من السادات، وسمعته من بورا، وسمعته من السيسي. ايه هو اللي هي فكرة عنق الزجاجة؟ يقول لك معلش احنا مضطرين ناخد اجراءات استثنائية، اللي هي ايه بقى؟ تزوير انتخابات على ضرب، على قامعة، على زي ما انت عايز. ليه؟ لان البلد بتعدي بايه؟ بعنق الزجاجة. طب يا اخوانا، ده انتوا بقالكم فوق 50 سنة في عنق الزجاجة دي، يعني هي الزجاجة ما فيهاش غير عنق، يعني اي زجاجة فيها فيلة مش كده، وبعدين بوس، وعنق بيبقى صغير يعني وطويل وفيها قعر، احنا ما عندناش خالص غير عنق، يعني بقالنا 50 سنة في عنق الزجاجة، مش معقولة. هو ده تبرير القمع، يقول لك اجراءات استثنائية. ليه؟ لان في عنق الزجاجة، اول ما نطلع من عنق الزجاجة ليك هنعمل ديمقراطية، ما حصلتش. بس هي المشكلة ان احنا في عنق الزجاجة. طيب يبقى تبرير القمع. اخر حاجه تغطيه الفشل، ما هو الدكتاتور لازم هيفشل، مفيش دكتاتور بينجح الى النهايه. ليه؟ يعني يحمل عناصر الفشل داخله، الدكتاتوريه تحمل داخلها عناصر فشلها. ده الناس اللي اتعلمت، ما هو احنا، انا اتكلمت عن النظام الفاشي والنظام النازي، في انظمه نازيه في اوروبا دلوقتي؟ لا، لان هم عملوا تجربه واحده وخلاص، عارف، لا الطريقه دي هتوصلنا الكوارث. طيب احنا عمالين نعيد في انظمه استبداديه ومتوقعين نتائج مختلفه، دي من العجب. فالديكتاتور لما يفشل يبقى في مؤامره، مؤامره بقى تبرير الفشل، يعني احنا وصلنا الديون دي كلها ايه، او اللي في مصر، او الحاجات غالية جدا، يقول لك ايه، لا ما هو في مؤامرة دولية. يعني مسكوا اسكندرية غرقت مثلا، انا افتكرت القصة دي، غرقت نتيجة للفشل الاداري، لانهم سدوا المواسير اللي كانت موجودة من ايام الانجليز، وبالتالي بقت اسكندرية بتغرق، وبياخدوا الفلوس يسرقوها العادي بتاعنا. قال لك ايه؟ دي انا شفتها بنفسي، القبض على تنظيم اخواني لسد البلاعات في اسكندريه. يعني الاخوان اللي انا طبعا ضدهم خالص، بس يعني مش معقول، الاخوان عملوا تنظيم لسد البلاعات في اسكندريه،
ده دي نظرية المؤامرة، ده نموذج لتبرير الفشل. في فشل وفي فساد، بس ايه؟ قال لك تنظيم اخواني سد البلد، وجابوا واحد طبعا واضح انه مضروب لما يعني مستوي، ضربوه في امن الدولة طبعا لما طلعوا عينه، ويطلع ايه يكلم مع المذيعة، قالت له انت في انت بتعمل ايه، انت في ايه؟ طبعا هو حافظ من الضرب، قال لها انا في تنظيم سد البلاعات. طبعا ده انا اول مره اسمع ان في تنظيم، يعني في تنظيم شيوعي، في تنظيم اشتراكي، في تنظيم لسد البلاعات يعني. فطبعا المذيعه غبيه برضو، انا اسف يعني، بس مش ذكيه يعني. قالت له ايه؟ طب وايه مهمه التنظيم ده؟ طب اذا كان التنظيم اسمه تنظيم سد البلاعات، هيكون مهمته ايه؟ قال لها احنا مهمتنا نسد البلاعات. طب قالت له طب وليه؟ طبعا هو حافظ، قال لها عشان احنا عايزين بنكره مصر وعايزين ندمرها. في حد يقول كده؟ يعني في واحد يطلع يقول انا عايز ادمر؟ وفين البلاعات اللي انت سديتها؟ وفين خيبة وبؤس؟ انما فشل بيغطيه نظرية المؤامرة. طيب نرجع بقى ل الكتاب الكبار اللي انا قدمتهم لحضراتكم، انه كلهم اتهموا بالخيانه. دي حاجه غريبه. هنا بقى نلاقي ظاهره عجيبه جدا، ان الدكتاتور وطبعا اجهزته البروباجندا بتاعته تخلط بين النظام وبين الوطن، بين النظام وبين الوطن، تخلط عمدا مش سوء فهم. يعني ايه هو الوطن؟ الوطن بلدنا، مش بس بلدك الوطن، الوطن انت، الوطن مدرستك الابتدائي والاعدادي والثانوي، واول بنت حبيتها، او اول ولد حبيتيه، او لما اتجوزته، او والدتك ووالدك، دي بلدك، ده وطنك. دي حاجة. النظام ايه؟ يعني ايه نظام؟ السلطة ومؤسساتها، يعني اللي في السلطة والمؤسسات اللي طالعة منه. يعني ايه مؤسسات طالعة منه؟ يعني الجيش، يعني الشرطة، يعني الجامعات، يعني الاتحادات الرياضية، يعني المحافظين، يعني كل دي مؤسسات طالعة من السلطة. وبالتالي انت لما تبقى معارض للنظام، يعني ايه معارض للنظام؟ مش بالضرورة سياسة. حضرتك طلعت الاول في كلية الحقوق ورحت تتعين وكيل نيابة فما ينفعش. ليه؟ لان اولاد المستشارين خدوا مكانك، اولاد القضاء هم يبقوا قضاء، وهذا الكلام مثبت ومعروف وكله. انت كده بقيت ضد النظام، مش بالضروره النظام السياسي، لانه النظام تعيين وكلاء النيابه هو جزء من النظام، السلطه ومؤسسات السلطه. انت حضرتك في كليه الطب ومتفوق، حلو قوي، جميل، رحت لقيت ان اللي تعينوا اولاد الاساتذه، كل واحد عين ولاده، وانت ابوك مش استاذ كليه الطب، يبقى انت النظام ظلمك، يبقى انت ضد النظام، ملهاش دعوة بالوطن خالص نهائي. الوطن بقى ده لو واحد جاسوس، لو واحد بياخد فلوس عشان يدي معلومات عسكرية للأعداء، لو يبقى ده خاين للوطن. إنما معارض النظام مش خاين للوطن، لأن النظام مش هو الوطن، مش هو الوطن، النظام مش هو الوطن. سيادتك كاتب ونتيجة لمواقفك المعارضة ما مش عارف تنشر أعمالك، ممنوع من الكتابة، بقيت أنت معارض للنظام مش معارض للوطن ولا خاين للوطن. الفرق هنا مهم جدا، لأن ما كانت البروباجندا اللي بيدفع فيها مليارات ساعات بتأثر في الناس. يعني أنت ممكن تلاقي واحد عادي خالص يقول لك إيه ده فلان ده، أو قنوات أو حاجات زي كده، يقول قنوات يعني اللي بتطلع بره، يقول لك ايه دول بيشتموا مصر. ده من نماذج التأثر بالبروباجندا اللي هو يعني في منتهى الجهل،
اولا النقد غير الشتيمه. هو انا النهارده لما اقول ان انا من حقي اعرف ميزانيه الدوله او ميزانيه رئاسه الجمهوريه او ليه الرئيس السيسي ما قدمش الاقرار الضريبي بتاعه زي ما موجود في الدستور، يبقى انا بشتم السيسي؟ يبقى انا بشتم مصر. السيسي مش هو مصر، ولا عبد الناصر كان مصر، ولا مبارك كان مصر. ده حاكم، ده نظام، انا معارض لهذا النظام. انا بالعكس، ده انا في الغالب معارض لهذا النظام لاني بحب الوطن. يعني انا لو مش بحب الوطن جدا ما كنتش عارضت النظام، لان معارضة النظام مش مكسب. مكسب معنوي انك انت تبقى محترم، بس بتدفع ثمن باهظ سواء في سجن سواء في منفى. فاللي بيعارضوا النظام غالبا هم اكثر حبا للوطن من اللي ساكتين او المنافقين. المنافقين بيحبوا نفسهم. وبالتالي لا الشتيمه، لا النقد شتيمه، ولا مصر هي السيسي، ولا الوطن هو النظام. الفروقات دي مهمه جدا. الدكتاتور بيحاول عن طريق البروباجندا ان هو اولا بيعتبر نفسه هو البلد. يعني رجعوا كده الرئيس السيسي لما كلموه في الاصول الرئاسيه، قال ايه؟ قال اه طبعا. هو يعني استكبر قوي ان حد يقول له انت بتبني اصول رئاسيه، قال اه ببني اصول رئاسيه، وحبني 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 3 مرات. يعني جمله محذوفه اللي هو عايز يقولها، اللي يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس راح قايل ايه بقى؟ اللي هي فكره الدكتاتور انا الوطن. قال بس انا مش ببني لنفسي، امال ايه؟ ببني لمصر. طب هي مصر هتسكن جوه؟ هي مصر طلبت، يعني هي مصر طلبت اصول رئاسيه، وانت نفسك بتقول احنا مش لاقيين ناكل، وعلينا كميه ديون مترتله رهيبه بتريليونات، واخد بالك؟ انما هو بيعتبر هو مصر. هو مش هو اول واحد، انور السادات كان قال كده، اللي اخطاوا في حقي انا مسامحهم، انما اللي يخطئ في حق مصر لا. الدكتاتور بيعتبر نفسه هو مصر، هو الوطن. علينا ان نفهم ان النظام غير الوطن، وان معارض النظام ليس خائنا للوطن ولا معارضا للوطن، بالعكس هو اكثر غالبا اكثر حبا للوطن. عشان كده بيعارض النظام، علشان هو يريد نظاما اكثر عدلا واكثر حريه، نظام يريد نظاما يليق بهذا الوطن الذي نحبه جميعا. الديمقراطيه هي الحق.